سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهلا 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 اهلا 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 بحضرتك. ازيك يا سيادة النائب؟ عامل ايه؟ كله النائب. تمام؟ تحياتي لحضراتكم. ومعانا داخل الاستوديو استاذ كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي وطبعا مشارك في الحوار الوطني، وكنا بنتكلم عن ملف حقوق الإنسان تحديدا يا طارق بيه، والى اي مدى بتشوفه تحديدا بقى كلجنة حقوق الإنسان وكرجل مسؤول عن هذه اللجنة ان هذا الملف تحديدا ان هو لجنة العفو الرئاسي هو حالة داعمة للجنة حقوق الإنسان وهذا الملف الحقوقي المصري بشكل عام؟ اسمح لي يا سيادة النائب، قبل ما حضرتك تبدأ كلامك أنا أحب أتوجه بالشكر لسيادة النائب بصراحة عشان بيقوم معانا مجهود رائع في لجنة العفو وإعادة هيكلة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام. يعني نشكرك كريم بيك، كتر خيرك، طبعا شهادة يعني أعتز بيها. وطبعا يعني اللي حصل خلال الفترة الماضية مش مجهود فردي أو مجهود سين أو صاد، هو مجهود دولة وكيان حريص جدا على إرساء أركان حقوق الإنسان في نصابها الذي يعني نصبوا إليه خلال الفترة اللي فاتت. طبعا زي ما حضرتك عارف أنه بعد في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما أتى في طياتها من تشريعات لازمة لإرساء قواعد حقوق الإنسان بشكل عام والإجراءات التنفيذية التي تحدث على أرض مصر، وفتع إطلاق الاستراتيجية في سبتمبر 2021 إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 22. أعقب هذا أيضا إطلاق مبادرة الحوار الوطني واللي احنا بنشوف يعني بقورة أعماله تم إطلاقها من أسبوع، وأنه بكرة إن شاء الله أول جلسة مشاركين فيها في محور حقوق الإنسان. مما لا شك فيه طبعا أن هناك تحديات، ولابد أن نعترف أن هذه التحديات أتت في أعقاب ثورتين، تغيير لأنظمة سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات أمنية، وتمخض عنها جرائم. يمكن صلب عمل لجنة العفو الحقيقة، والواحد يعني عايز برضه أنتهز هذه الفرصة وأثمن على المجهود المضني التي تقوم به هذه اللجنة بكل تشكيلتها وتفاهمهم لمواقف كثيرة. ويمكن ده أنا لمسته من قوائم إحنا بنبعثها لهم. لغاية دلوقتي تقريبا 90% من القوائم اللي إحنا بعثناها خرجت. كل ده إحنا بنشوفه نتاج أو محصلة قوية جدا قادرة على أن تكون مرآة إيجابية للواقع الحالي في مصر فيما يخص ملف عفو. طب سيادة النائب، يمكن انتوا تحديدا في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتبقوا يمكن المقياس الأكثر حساسية لردود الأفعال بتاعة البرلمانات غير المصرية، وكذلك ردود الأفعال لأي جانب في العمل السياسي على المستوى الدولي، أي دولة، وزارات الخارجية بلجانها المعنية بهذه الموضوعات وما إلى ذلك. إلى أي مدى بتشوفوا أنه فعالية لجنة حقوق الإنسان، لجنة العفو الرئاسي من جهة، وبدء انطلاق جلسات الحوار الوطني من جهة أخرى داعمة لملفكم؟ هناخد واحدة واحدة لأنه سؤال حضرتك متفرع. أيوه. بداية الانتشار في البرلمانات الدولية سواء على المستوى متعدد الأطراف متمثل في البرلمان الدولي أو اللقاءات الثنائية ما بين برلمان لبرلمان أو برلمانين لبرلمانين، احنا شفنا تطور كبير جدا في الملف ده. ويمكن كان حاضر معايا عضو لجنة حقوق الإنسان ووكيل اللجنة وايضا عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبد العزيز، كان معايا في زيارة لبرلمان الاتحاد الأوروبي، والحقيقة ثمنوا كثيرا على ما تم من إنجازات خاصة بملف تفعيل لجنة العفو الرئاسي. ويمكن من محاسن الصدف ان واحنا في ظل جلسة الاستماع اللي كانت منعقدة ورد لنا قائمة صدر عنها العفو في يعني خلال الاجتماع بتاعنا. وطبعا يمكن احنا بنقيس ده في ظل البيانات التي تصدر من برلمانات مختلفة او لقاءات مع برلمانيين اخرين سواء في القاهرة او في الخارج. اهم ما يعني يستوقفنا اننا نعترف ان لدينا تحديات.
والتحديات دي احنا بنعمل عليها وهم بيشوفوا نتائج. صحيح. يعني النهارده مش بس حقوق الانسان الممارسه السياسيه او الملف السياسي او مباشر الحقوق السياسيه فقط، ولكن ايضا هناك حقوق اخرى سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه نحن نعمل عليها، وهناك مبادرات تم اطلاقها وبنشوف نتائج الكلام ده سواء كان في اطار مثلا حياه كريمه او القضاء على فيروسات او مكافحه فيروسات. ويمكن عايز انتهز الفرصه دي واشيد بالمبادره الخاصه بعلاج فيروس سي، حيث انني كنت مريضا بهذا الفيروس واستفدت من المبادره التي تم اطلاقها بتوفير العلاج الخاص بفيروس سي. انا بتكلم ده على سبيل المثال للحصر، لانه لدينا في مصر ما يقرب من 12 مليون مصري كان مريضا بهذا الوباء. صحيح. هو مش مرض، هو وباء، لانه جزء من كل انسان اطال ملايين طبعا من المجتمع المصري. وخلي بال حضرتك ان معايير حقوق الانسان في الخارج تختلف تماما عن معايير طبعا حقوق الانسان في مصر. يعني على المثال على سبيل المثال للحصر، هناك دول ليس لديها مشاكل خاصه بالخدمات الارفاقيه وما الى ذلك. نحن لدينا بعض الدول، بعض المراكز والقرى لديها ليس لديها مثلا مياه صالحه للاستخدام الادمي او خدمات خاصه بالرعايه الصحيه او خدمات تعليميه او خدمات مرفقيه. طب ازاي هخلق مجتمع ايجابي يصنع الفارق لمجتمع خارج من الثورتين دول ويريد التغيير بالايجاب بدون توفير ابسط حقوق للانسان وهو الحق في الحياه؟ طبعا هي المساله معياريه جدا. صحيح. يعني انا عايز اشكرك اولا سياده النائب، كل الشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. مسألة معيارية يعني تختلف على حسب خصوصية الدولة أو الإقليم أو القارة أو المنطقة وظروفها السياسية والاقتصادية والصحية والمعيشية، حدوتة طويلة جدا.